احنا شباب وصلنا الى هنا، الان بدنا نتكلم عن ندخل الان بشكل صحيح في الديناميكا الفضائيه، وهي ما يعني دراسة عن حركة مدار الأقمار الصناعية حول الأرض. أي شباب، كنا إذا كان الجسم بيتحرك بحركة دائرية تحت تأثير قوة مركزية، معنى ذلك إنه الـ conservation of angular momentum ثابت، يعني بصير عندنا الـ HO is equal constant والـ H is equal constant. طيب الشباب الـ H برضو بيكون constant، ليش؟ لأنه هذا تعريف الحركة تحت تأثير القوة المركزية. معنى ذلك بما أنه احنا اتفقنا على هذا، mass times acceleration is محصلة القوة، ما في عندنا قوة باتجاه الـ tangential أو transverse، فصارت عندنا هذه المعادلة valid، إنه mass times acceleration in the direction of theta is equal zero، لأنه ما عندنا إلا قوة مركزية، و mass times acceleration in the direction of the radius is equal summation of fr is equal minus f. طب ليش minus f؟ ليش هذه minus f؟ ليش مش f؟ إحنا كنا إذا كان الجسم بتحرك حركة مركزية سواء بيكون عندنا القوى باتجاه المركز، صح ولا لا؟ بما انه القوى باتجاه المركز على الجسم، بما انها باتجاه المركز والراديوس بيكبر away from the center، معنى ذلك F is سالب، صح ولا لا؟ شيك؟ معنى ذلك عندنا minus F لانه باتجاه معاكس للR، لانه الR بتزيد بهذا الشكل R away from the center، واضح شباب؟ فصارت عندنا الماينس F. طيب الآن بما أنه هذا الكلام صحيح، طيب شباب بما أنه هذا الكلام صحيح، شو بدنا احنا من هذا الأمر؟ بدنا نكتب معادلة تفاضلية تبين مسار الجسم وتحدد لنا شو نوع هذا المسار. طيب شباب هذا اللي بدنا اياه. الآن لو تلاحظ من هذه المعادلة، يعني أنا لو أكتب هذه المعادلة طبعا الـ M بتروح، بصير عندي الـ R theta double dot is equals to minus 2 R dot theta dot، صح ولا لا؟ طيب اعمل separation of variables، خلي الـ R تيجي مع الـ R dot والثيتا مع الثيتا dot، شو بصير؟ بصير عندي الـ خلينا نقول theta double dot على theta dot is equals to احنا theta double dot على theta dot سعينا 2 r dot على r والماينس، ممتاز الماينس، مهم الماينس. طيب شباب، طيب اذا احنا عندنا separation of variables شو بنعمل هسا؟ نعمل integration. طيب لو نعمل integration لهذه، نعمل integration لها in terms of r، اذا كان الالكترون اللي على البسط هو تفاضل او مشتقة الالكترون اللي على ناخذ اللوغاريتم، صح ولا لا؟ بصير عندنا ln. طيب شباب بصير عندنا ln of theta dot is equals to minus 2 ln of r، صح؟ ماشي؟ طيب معنى ذلك لو نحط الـ 2 على الـ radius شو بصير عندنا؟ بصير عندنا ln of theta dot is equals to ln of r minus 2، صح ولا لا؟ طيب which is هسا معنى ذلك طبعا both of them have ln، نقدر نتخلص عن ال ln، بصير عنده الثيتا dot is equals to 1 over r squared، صح ولا لا؟ او بيكون عنده r squared theta dot is equals to 1 which is equals to constant، ها
هل الواحد ثابت ولا لا؟ is equal constant. وهذا يا شباب اللي احنا بدنا نبدا فيه. هذه المعادله هي الاساس في عمليه اكمال المعادله التفاضليه اللي منها بدنا نشوف مسار الجسم. واضح شباب؟ بالتعويض يعني بالتعويض في المعادله الثانيه مشان نجد المعادله التفاضليه اللي منها نجد حركه الجسم. لاحظ هذا طبعا اللي كنا انه هذه المعادله هي نفسها هذه المعادله r squared theta dot. الان وطبعا هذه الثيتا دوت احنا بنعرف انه ثيتا دوت تايمز r squared is equal h. مش بنعرف هاي is equal h اللي هي ايش؟ انجل مومنتم بير يونت ماس، صح ولا لا؟ ال h هي الانجل مومنتم بير يونت ماس. هسه لو بدنا نعوض في بال r squared theta dot مع هذه المعادله يا شباب بدون اشتقاق، انا بس بدي اياكم تاخذوا طرف الخيط بعدها انتم تعملوا بقيه الرياضيات، انه بعدها بصير عندنا هذه المعادله التفاضليه بعد تعويض الثيتا دوت. الثيتا دوت بصير h over r squared، بعدها هذه هي الثيتا دوت مشان نجد الثيتا دوت. واضح؟ انت تطلع على هذه المعادله. شو هذه المعادله؟ ال r double dot is equals to h squared over r squared h squared over r squared times d theta dr times 1 over r. الآن هذه المعادلة يا شباب، هذه المعادلة اللي احنا بدنا نستخدمها في بعد substitution في radial equation في إنتاج هذه المعادلة التفاضلية. هذه المعادلة التفاضلية من second order، ولاحظ في عنا term اسم u. هذا ال u ما كان ظاهر في السابق، بس هو عبارة عن معكوس ال r. يعني بدل ما نحط واحد على r حطينا u، فصار عندي d squared u على d theta squared plus u is equal f اللي هي القوة على mh squared u squared. هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، وحل المعادلة التفاضلية مش مطلوب منا، بس مطلوب منا نعرف منين اجت هذه المعادلة شباب. وبعدها مطلوب منا انه نجد اذا احنا وصلنا لهذه المعادلة التفاضلية انه ايش راح يكون الحل لهذه المعادلة. الاف كنا عنها اذا كانت f is a known function of r and u the particle trajectory may be found by integrating for u is equal f of theta. طبعا احنا بدنا ال u. ال 1 over r هو عبارة عن reciprocal of the radius. طبعا اذا كان الجسم بيتحرك حركة curvilinear الradius بيختلف، 1 over r بيعطيني شكل هذا الراديوس. اذا كانت 1 over r ثابتة شو بصير؟ بصير عندنا دائرة. بس اذا كانت 1 over r تختلف من مكان الى مكان بصير عندنا انواع اخرى من التراجكتوري اللي راح نشوفه هسه في شوي. المعادلة شباب اللي كنا عنها هذه المعادلة هي اللي اخذناها، كنا u is equal 1 over r و f. منين جبنا ال f؟ ال f شو بتساوي؟ تساوي g m m على r squared. شيكا كنا هذه قوة التجاذب، قانون نيوتن في الجاذبية. فاحنا لو عوضنا بدل ال f اللي هي g m m على r squared، وبعدها بنصل الى الطرف الايمن يساوي g m على h squared. طيب شباب g m على h squared هذه يساوي constant. الان لنا بس نخلص من هذا وحل المعادلة يا شباب. هذا هو مش مطلوب كيف نحله، بس مطلوب نعرف انه منين المعادلة هذه اجت، وهذا هو الحل. حل المعادلة بيكون بهذا الشكل، وهذا هو المطلوب مني الان. من الان فصاعد بدي اعرف كل شيء في هذا الحل، شو كل term يعني، لاني مش راح افهم شكل المسار اللي بيصير الجسم إلا إذا فهمت هذه المعادلة. طيب شباب كنا ال U is reciprocal of the radius، ال G وال M هما عبارة، ال G is constant، ال M is the mass of the earth إذا كنا نتكلم عن الأرض
والأقمار الصناعية أو القمر الطبيعي. الأبسلون الآن هذه القيمة، هذه الأبسلون نسميها Eccentricity Factor. Eccentricity Factor تساوي CH squared over GM، والC هي عبارة عن ثابت الانتجريشن، ثابت، والثابت هذا نعرفه من الباوندري كونديشن، من الانيشال كونديشنز. يعني ايش الانيشال كونديشنز؟ يعني اول ما اطلقنا القمر الصناعي قديش كانت سرعته، قديش كان بعده عن مركز الارض. من هذه المعلومات بنقدر نجد قيمه السي، فالسي عباره عن ثابت يعتمد على الانيشال كونديشنز اوف لونش. لما نعمل لونشينج للساتلايت في عنا سرعه بداية، في أن مكان بعيد بعد معين عن الأرض بدنا نعرفه مشان نجد السي. هسا إحنا بهمنا هذه القيمة الأكسنتريسيتي، هي عبارة عن مجر يعني تقيس قديش المسار يبعد عن كونه دائرة أو كونه إلبس أو كونه بارابلا. واضح شباب؟ هذه الأبسلون. فالآن خلينا نشوف انه الاوريجين راح يكون لوكيتد ات ذا سنتر، يعني كل هذا المسار راح يكون هنا عندنا مركز الار راح يكون دائما في مركز المركز المسار اللي احنا بنتكلم عنه. طيب شباب، ولاحظ انه هذا الشكل هو عباره عن كونيكال سكشن، والكونيكال سكشنز لها اشياء اشكال مختلفه. هذا الحل شباب هو يصف المسار كونه elliptical، إما يكون elliptical أو parabola، hyperpolar أو دائري. واضح؟ هسا راح نشوف شو الconditions اللي راح تعني كل واحد فيهم. كل هذا بيعتمد على الinitial conditions، الinitial speed، initial velocity، وبعده عن القمر. احنا كنا قبل شوية إنه هذا يمثل وصف لمسار الجسم حول الأرض. واضح؟ المسار هذا يمكن يكون elliptical، parabola، hyperpolar أو circle. واضح شباب؟ هسا بدنا نشوف، والإي كنا عنها eccentricity. هسا بدنا نشوف الآن حالات مختلفة مشان نصف كل واحدة منهم. إذا كانت الأبسلون is equal greater than 1 يعني 1.2 1.5، شو بصير اذا كانت الابسلون greater than 1؟ السي طبعا اذا انت بتحط هذه greater than 1 بصير عندك السي greater than الجي ام على الجي ام على الهيتش. طيب الشباب، فهذه القيمه يعني احنا حط الابسلون كنا سي H squared على GM، هذا بكل greater than 1. واضح؟ فإحنا من هذه المعادلة خط GM على الطرف الثاني بصير عندي ال C greater than GM على H squared. واضح شباب؟ هسه C على GM على H squared. ممكن إحنا نجد قيمة ال H لأنه ال H ثابت على وين المكان الجسم، لانه الهيتش هو دائما ثابت. طيب شباب، الان يا شباب اذا كانت الابسلون greater than 1، والان بدي اياكم تساعدوني مشان نعرف نفهم شو معنى هذا. اذا كانت الابسلون greater than 1 طلع لي على هذه القيمة. الار خلينا نشوف الار، الار قديش بدنا، لو بدنا نكتب الار شو تساوي؟ الار شو بتساوي من المعادلة هاي؟ شو بتساوي الار؟ H squared على GM في ايش؟ 1 plus epsilon cosine theta. شيك؟ الان احنا كنا الابسلون greater than 1، ماشي؟ طلعنا على هذه القيمة. إذا كانت epsilon greater than 1 هل ممكن إنه هذه القيمة تكون صفر؟ ها؟ لا. إذا
فكر فكر هسا قيمة الكوساين شو هي يا شباب؟ شو أقصى قيمة للكوساين وأقل قيمة؟ سالب واحد. يعني إذا كانت الأبسلون مثلا كل عندنا الأبسلون is equals to 1.2 أو خلينا بلاش نقول 1.2 خلينا نقول قيمة خلينا نقول القيمة مثلا خلينا نقول الأبسلون is equals to 5 over 4. مش هذه أكبر من واحد؟ طيب وخلينا نقول الكوساين is equal minus minus 4 over 5. بصير إنه الكوساين يساوي minus 4 over 5. ممكن يصير minus 0.9 0.8. ممكن الكوساين يصير 0.8. شو بصير عندي هذه minus 1 وهذا شو بصير؟ هذا شو بصير القيمة 0. خلينا مرة ثانية إذا كانت الأبسلون مثلا إحنا كنا أكبر من واحد 5 over 4 يعني 1.25 ممكن تكون هذه أكبر من واحد صح ولا لا؟ وخلي عندنا الكوساين is equal minus 0.8 ممكن يصير الكوساين minus 0.8 معنى ذلك شو صار عندنا؟ صار عندنا هذه القيمة تساوي minus 1 هذه القيمة تساوي minus 1 صح؟ 1 minus 1 بصير عندنا ايش؟ 0 و something على 0 شو بصير؟ infinity. طيب الشباب فهذه الحالة بصير ال radius infinity وبنفقد ال satellite. واضح الشباب؟ ال satellite نفقده become infinity وهذه بنسميها ال hyperbola. ال hyperbola is when the satellite circuit when the satellite can't come back. طبعا الثيتا يا شباب احنا خلينا نرجع على بس تعريف الثيتا. الثيتا هي عبارة عن الزاوية المحصورة بين ال بسموه ال initial conditions اللي هي ال initial launching position. position بيكون هون اللونش واضح؟ هذه الثيتا وبين مكان الساتلايت في اي مكان يعني هذه هي الثيتا هذه الثيتا او هذه الثيتا. طبعا يمكن الثيتا تكون 180. لاحظ إذا كانت في هذه اللحظة يكون الثيتا تساوي 180 واضح؟ ففي هذه الحالة في عنا الثيتا بتتغير as a satellite moves from the launching position. هذا the launching position of the satellite. As it moves from the launching position when theta is equal a value greater than 1 we lost the satellite. And this is important. ليش important؟ لأن أنت ك ديزاين إنجينير إذا إن شاء الله بكرة بصير عندكم مجال تروحوا تشتغلوا مع ناسا بإمكانك أنت تحدد سرعة الساتلايت ومكانه حتى تكون إبسلون في مكان معين حتى ما تفقد الساتلايت. واضح شباب؟ مهم جدا إنه إحنا ما بدنا نفقد الساتلايت. فخلينا نشوف الآن الحالة الثانية. إحنا أول حالة كنا الأبسلون كانت مالها greater than 1 وفي حالة greater than 1 راح نصير عندنا hyperbola لأنه الراديوس راح يكون infinity واضح شباب؟ ففي هذه الحالة كنا الhyperbola. طيب شباب نرجع هذه الhyperbola يعني أنا مطلوب بنا نعرف هذه الأشياء إنه نبدأ في epsilon is greater than 1. طيب لو كانت epsilon is equals to 1 برضو نفس الحاجة. إذا كانت epsilon is equals to 1 الكوساين احنا كنا عنه ممكن يكون 1 صح ولا لا؟ وين تبكون الكوساين equal to minus 1؟ 180. يعني وين بيكون الجسم؟ بيكون على الجهة الثانية. هون الجسم بيكون واضح على الجهة الثانية وين واضح شباب؟ وهذا في هذه الحالة برضو في عنا الانفينيت الراديوس بيكون انفينيتي برضو بنفقد الساتلايت في هذه الحالة. وهذه البارابلا نسميها بارابلا when epsilon is equals to 1
We have a parabola. That means the satellite is also being lost. But where will it be lost? Where will it be lost? When it reaches the other end on this side, it will never come back. هسه نشوف شو العمل يعني السليم اللي لازم نعمله وكيف نحصل على هذا. يعني مش بس احنا بدنا ندرس شو التبعات اذا كانت epsilon is equal to 1 or epsilon is greater than 1 or epsilon is less than 1. نشوف شو بدنا احنا نقدر نعمل ونتحكم فيه حتى الساتلايت. انت ما بدك تدفع ملايين الدولارات. في دول تشتري الساتلايتس. يعني في دول بعرفش في الدول العربية اشترت ساتلايتس, بس الساتلايتس يمكن تدفع ملايين مشان تشتريه او تعمله او تصنعه. بده برضو بس ملايين. وبعدين بدناش نفقده. شو الهدف من الساتلايتس؟ هو اما للارسال او بيستخدموه للتجسس او يعني الارصاد الجوية اللي احنا منتابعها. كل هذا من الساتلايت بيكتشرز. طيب شباب, على كل حال البارابلا يا شباب معنى ذلك في هذه الحالة كوساين 1 بلس كوساين ثيتا 2 is equal 0. في هذه الحالة بيكون عندنا في هذه الثيتا 2 is equal, طبعا ثيتا 1 احنا كنا عندنا الحالة الأولى, وثيتا 2 is equal 180. معنى ذلك راح نفقد الساتلايت في الجهة الثانية. طيب شباب, والخيار الأمثل اللي هو معظم الحالات احنا بنتبعها انه يكون الابسلون less than 1. في هذه الحالة لاحظ انه هذه القيمة اذا كانت الابسلون less than 1, لانه هذه هي القيمة الاهم في الموضوع في المعادلة. هذه القيمة اذا كانت ابسلون less than 1 مش ممكن ابسلون times cosine theta, ما هو اقل قيمة لثيتا cosine theta is equal minus 1. فأضرب minus 1 ضرب أقل يعني أقل من 1 مش ممكن يصير 1, صح ولا؟ أو minus 1. ففي هذه الحالة شو بصير؟ بظل هذه القيمة موجبة, بظلها greater than 1. بظل الساتلايت في مساره, وهذه اللي هي الإلبس اللي هي الإلبتيكال شيب, الشكل البيضاوي اللي احنا نعرفه من الساتلايتس. واضح شباب؟ ففي هذه الحالة السي, طبعا كل حالة فيها قيم للسي. لاحظ من السي مهم جدا برضو نتابع قيم السي. لما نحدد قيمة الابسلون بدنا نحدد قيمة السي, وراح نشوف الآن كيف قيمة السي راح نجدها من الانيشال كونديشنز. فالسي is equal gm على h squared. برضو هون برضو السي is equal g, less than gm على h squared. And the radius vector is finite. يعني ايش finite؟ مش infinity. فاينايت يعني محدد, راح يكون متغير هو من مكان لمكان بيعتمد على الثيتا, لكنه دائما بيكون له قيمه. الراديوس بيكون لها قيمه معروفه ولا يمكن ان يصل الى انفينيتي, لانه الراديوس اذا وصل لانفينيتي معناته احنا خسرنا الساتلايت. طيب شباب, طيب في عندنا حالات برضو لما تكون ابسلون از لاس ذان, لما ابسلون تكون خلينا نقول بلاش قبل ما نصل لابسلون less than zero, but when epsilon is equal zero شو بصير؟ هذه بتكون one. ففي هذه الحالة بيكون عندنا ثابت, بيكون عندنا دائرة. طيب شباب, if epsilon is less than zero شو بصير؟ الساتلايت بيعمل حركة وبيرجع, بصير يعمل حركة وبيرجع للأرض. طيب الشباب, بيرجع للأرض, وهذا اللي بيستخدموه مثلا الصواريخ العابرة للقارات مثل السوفيت يونيون. شو بيعملوا؟ هم بيطلقوا الصاروخ بحيث انه يعبر القارات, بحيث انه يصل لمكان معين وبعدين يرجع الى النقطة اللي الهدف اللي هم بدهم اياه. واضح الشباب؟ هذا هو يعني تلخيص ما بيعملوا القوى الكبرى زي أمريكا وروسيا وما شابه. طيب شباب, إذا أنت بدك الصاروخ يرجع بس بعد فترة معينة بيرجع إذا بتكون الأبسلون less than one. طيب شباب, احنا الآن خلينا نشوف العملية كيف نجد سي. هسا احنا شباب مرينا على عدة خيارات للأبسلون.
epsilon greater than 1, epsilon equals to 1, epsilon equals to 0, epsilon less than 0. كل هذا لازم نحفظ نعرف شو الشروط الموجودة. والآن كنا الأبسلون إلها علاقة في السي. طيب شباب، وهذه السي بنقدر نجدها كنا في حالات الانيشال كونديشنز. وين الانيشال كونديشنز؟ الانيشال كونديشنز بتكون في الحالي اللي المركبة الفضائية تطلق باتجاه موازي للأرض. هذا احنا كنا الإطلاق المراكب الفضائية بتكون على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي الإطلاق حتى يخرج عن جاذبية الأرض، بعدها يعني يمكن يكون الإطلاق بهذا الشكل أو يمكن يكون الإطلاق، طبعا ما يمكن يكون إطلاق عمودي 100%. ليش؟ لأن الأرض أصلا تتحرك. أنت لما تطلق الصاروخ يمكن يكون هنا، هذا عمودي، هذا عمودي، لكن لأنه دوران الأرض فانت الصاروخ راح يكون او المركبه الفضائيه راح تكون هنا. لما تصل خارج مسار الارض او جاذبيه الارض تطلق بميكانيكيه معينه او صاروخ اخر بحيث انه يعمل اورينتيشن للمركبه الفضائيه بحيث تكون موازيه لسطح الارض، وبعدها بيكون في عندنا قوه دفع او صاروخ اخر بيدفعها موازي للارض. هسه هذه السرعه، هذه السرعه البدايه مهم جدا، هذه السرعة البدائية الـ V0 اللي بتكون موازية لسطح الأرض، والراديوس اللي منها يطلق الصاروخ. طيب يا شباب، هذا الراديوس وهذه السرعة البدائية اثنينهم بيحددوا قيمة C. واضح؟ كيف نحدد قيمة C؟ احنا بنعرف انه 1 over R الشكل العام للمعادلة، 1 over R is equal GM على H squared into 1 plus epsilon cosine theta. صح ولا لا؟ شيك؟ يعني هذه بدنا نشوف، هذه شو كانت قبل؟ هذه كانت ثيتا، صح ولا لا؟ وهذه شو كانت قبل؟ R. معي انتم شباب ولا لا؟ هذه R، والباقي زي ما هو، صح ولا لا؟ الـ initial conditions بدنا نحط ثيتا is equal 0، واضح؟ والـ R is equal R 0. واضح شباب؟ مشان ايش؟ عشان نحدد قديش قيمة الفلوسيتي اللي احنا بنحتاجها حتى تكون يعني حتى لا يخرج عن مسار. واضح الشباب؟ ففي هذه الحالة شباب خلينا نرجع بس لل، لاحظ انه C الان نقدر يعني عملية rearrangement of this value، مش راحين ندخل فيها، انه C is equal 1 over R 0 of GM على H squared. لاحظ انت الان احنا كنا هذه القيمة مالها ثابتة، هذه القيمة ثابتة بغض النظر قديش قيمة R، القيمة ثابتة. واضح؟ اللي هو الآن لو بدنا نعوض في القيمة اللي هي R times V، القيمة H squared اللي هي R times V squared، لأن احنا بدنا الفلوسيتي initial velocity، نقدر نجد قديش قيمة C. يعني أنا الآن وجدت قيمة C لما حددت قديش قيمة الفلوسيتي initial velocity والinitial trajectory radius، ومنها بجد قديش قيمة C. طيب يا شباب، وبإمكاننا كمان إذا كانت الأبسلون ساتلايت إسكيبس فروم ذا، بنعرف قديش، إذا بنعرف قديش قيمة سي، ومن قيمة سي الآن واضح شباب بقدر أقول أنا بدي أزيد سي، بدي أعمل سي أكبر من القيمة اللي أنا وجدتها. مش أنا وجدت قيمة سي، إذا بدي فعلا أتخلص من الساتلايت أو بدي أعرف وين تبى تخلص من الساتلايت، بعوض في قيمة C اللي أنا بعرفها، هذه القيمة. واضح شباب؟ ولاحظ في epsilon is greater than 1 في هذه الحالة راح يكون escape، وبتعوض في قيمة الـ velocity الـ V escape is equal square root of 2GM على R 0. يعني لما يكون الـ V escape اللي هي escape، هذه الـ V escape اللي هي V 0 الـ initial velocity، لما تكون قيمة الـ initial velocity أكبر من 2GM على R0، معنى ذلك أنا راح أفقد الساتلايت. واضح؟ وفي عندنا الحالات الأخرى لما تكون
ال V يعني نحدد وين تا ال إذا كانت ال V zero. لاحظ أنا حددت ال V escape وهذه critical. أنا بعرف ال V escape يعني معناته مش راح أحصل على الساتلايت مرة ثانية. فال V escape أنا عارف سرعته. معنى ذلك الساتلايت اللي بنعملها launching لازم تكون أقل من ال V escape لأنه أنا بدي الساتلايت يظل محله. ف trajectory is elliptical if V escape is greater than V0 أو V0 بتكون أقل. يعني إحنا نعمل launching للساتلايت من هون بحيث إنه كل V0 هذا بيكون أقل من ال V escape. ال V escape خطيرة ما بدنا إياها. طب الراديوس هل بإمكاني أغير في الراديوس؟ في كثير من الحالات هذا الكريمي من هون لهون ما بتقدر تغير فيها لأنها أقل كريمي بصعد فيها الساتلايت حتى يتخلص من مسار من جاذبية الأرض. أقل كريمي ما بتقدر تحدد، بس أنت بتقدر تحدد بإيش؟ بسرعة الدفع، سرعة دفع الساتلايت اللي هي الـ V0. فالـ V0 إذا كانت كنا إذا كانت تساوي V escape الساتلايت أو أكبر الساتلايت لن يعود. فبدنا دائما الـ initial velocity is equal less than V escape. واضح الشباب؟ أو إذا كنا كله في حالات من circular trajectory يعني بدنا circle بدنا epsilon is equal zero. ففي هذه الحالة C is equal zero والسرعة بتكون GM على R zero. أنا بدي أوقف هنا عند هذه اللحظة بس بشان أسألكم هل أنتم تابعين معنا ولا كيف الوضع؟ تابعين معي؟ آه؟ طيب يا شباب يعني التطبيق العملي على هذا يا شباب مهم جدا. ولاحظ أنت الحالات اللي احنا كنا عنها يعني اللي كنا عنها في حالات هنا شو عندنا في الفلوسيتي لو بدنا نعتبرها in terms of velocity. واضح هذه الحالة اللي هي elliptical بتكون ال V0 بين ال V circle و V escape أقل يعني من ال V escape. هذه في هذه الحالة بيكون عندنا elliptical circle. إذا كانت ال V0 is equal V circle بيكون المسار دائري ومركز دائري ومركزها الأرض. إذا كانت ال V0 أقل من V circle الجسم ماله بيرجع إلى الأرض. واضح شباب؟ طيب إحنا حطينا السفينة الفضائية في المسار it's elliptical, steady. بدنا ندرس الآن كنديش راح تأخذ وقت حتى تكمل مسارها حول الأرض أو الشباب. فبهذه الحالة إحنا بدنا نعرف كنديش المساحة اللي بيعملها هذا الـ يعني إذا كانت عندنا الحالة الاليبتيكال الاليبتيكال سيرفيس بيكون عندنا قطرين للاليبس القطر الاعظم القطر المينيمم المينيمم والاعظم. يعني اذا كان عندنا هذا هو مركز الاليبس المسافه في سي اي هي عباره عن ايش القطر الاعظم والمسافه في سي بي الاصغر مش هيك مش هيك كل مسار اليبس وبنحدد الاليبس من ناحيه رياضيه. طيب شباب الآن لاحظ إنه إذا كان عندنا إذا بتذكروا قبل لما كنا نتكلم عن مسارات الجسم بشكل إليبسيكال وكنا إذا عملنا الجسم كان هون وكان عندنا راديوس R وهون صار عندي دي ثيتا هاي دي ثيتا وكنا الأريا هذه اللي بين هذه النقطة مثلا بي ولا بي داش الاريا شو بتساوي الدي اي شو كنا نساوي half r squared times d theta وكنا هذه القيمة شو معناها سميها سميناها الاريال velocity. الاريال velocity يا شباب هي عبارة عن الـ يعني خلينا نقول عنها زي ثابت من ثوابت حركة الجسم زي الـ velocity اللي احنا متحركها في مسار دائري. هي ليست نسميها الـ aerial velocity a half r squared اللي هي half h وهذه ثابت. الآن الـ periodic time انا اللي بهمني قديش باخذ الساتلايت اذا انتقل من هذه النقطة
ودار حول الأرض ورجع إلى نقطة A. هذه الحركة الدائرية الكاملة قد بسميها periodic time. ال periodic time ومنعطيها حرف التول مشان يعني نميزها عن بقية الأوقات. ال periodic time هي عبارة عن ال area للإليبس divided by the aerial velocity. واضح شباب؟ هذا تعريف هذا ال periodic time. ال area للإليبس هي عبارة pi times a times b. والاريال فيلوسيتي اللي هي h over 2. احنا كنا هذه الاريال فيلوسيتي هي نفس الاريال فيلوسيتي هاي is equal half of h. فصارت عندي البيريديك تايم for the satellite to rotate the earth completely once is equals to pi a times a times b على h over 2 او يساوي 2 pi times a b. طب شو هي ال a وشو هي ال b؟ احنا كنا الـ A والـ B هو عبارة عن الـ maximum والـ minimum radii of the satellite. وإذا حطينا يا شباب الأرض مركز الأرض هنا واعتبرنا قديش اعتبرنا هذه القيمة R0 اللي هي بعد منطقة الإطلاق عن مركز الأرض، والـ R1 هي بعد المركز المرادف لمركز الإطلاق على الجهة الثانية عن مركز الأرض، فصار عندي R0 R1. نقدر نجد قديش قيمة الـ A عن طريق هذولا يعني هذه الفورمولا. الـ A بدون ما نشتق الـ A is equal half of R0 plus R1 where R0 هي بعد مركز الإطلاق عن مركز الأرض، والـ R1 هي البعد المرادف أو المعاكس لهذا المكان. فصار عندي الآن واضح، فعندي فورمولا مشان اجد قديش قيمة ال periodic time. Periodic time is equals to this value. بس بدنا نحفظ هذه القيم. هذه القيم هي عبارة عن قيمة ال A وال B اللي هي عبارة عن صاف قطر الإليبس in terms of R0 and R1. في حدا عنده اي سؤال واستفسار شباب عن الموضوع هذا؟ ان شاء الله احنا في اللقاء القادم راح نبدأ في اسئلة تطبيقية على اللي أخذناه. بس بدي طلب منكم أولا إنكم تدرسوا المادة، لأن المادة هذه بدها متابعة.